عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد علي السعدة، بيلدينج اوتوميشن انجينير. ده أول فيديو في سلسلة التعلم الخاصة بمجال سمارت بيلدينج اوتوميشن. هنبدأ مع بعض أول كورس بأهم وأشهر البروتوكولات في المجال دوت، ألا وهو الـ KNX. الكورس ده هيكون إن شاء الله ملم بكل الأساسيات في المجال دوت، وهنركز فيه خاصة على جزء السوفت وير على برنامج الـ ETS. أتمنى الكورس يعجبكم وتطلعوا بأكبر استفادة منه إن شاء الله. ودلوقتي يلا بينا نشوف المحتوى. اول حاجه قبل ما ندخل على جزء السوفت وير، هنحتاج نتعرف الاول على اساسيات منظومه الكي ان اكس سيستم، وده عن طريق ان انا نتعرف على ايه هو الكي ان اكس، ايه اللي اقدر اعمله بيه، اقدر استفاد منه بايه، ايه الكومبوننت الخاصه بالمنظومه دي، ايه التوبولوجي والانفراستراكشر الخاصه بالكي ان اكس ديفايسز، ايه هو الانديفيدوال ادرس، وايه هو الجروب ادرس، وايه الفرق بينهم، وايه اهميتهم. بعد كده هنبدا نشتغل على جزء السوفت وير، نتعرف على الفيتشرز الخاصه بالبرنامج، وازاي اضيف الكاتالوجز او الداتا بيز لبراندات معينه شغال عليها، وهنبدا نبني البرنامج بتاعنا ونتعرف على اهم الورك بليسز الموجوده في البرنامج، ونضيف اجهزتنا اللي نشتغل عليها في الكورس علشان نبدا في اول تاسك. بناء عليه هنبدا في اول بروجكت اساسي في السيستم عندنا، الا هو السويتشنج كنترول. الشغل بتاعنا مع بعض في الكورس في كل تاسك هيتقسم كالتالي: هنشتغل الاول على جزء البروجرامنج على الاجهزه بتاعتنا على برنامج الاي تي اس، ونطبق الشغل ده عملي على اجهزه موجوده بالفعل. بالنسبه للناس اللي حابه تطبق الشغل ده عملي وما عندهاش اجهزه تطبق عليها، فما تقلقش، لاننا برضو هنشتغل على فيرتشوال ديفايسز عن طريق برنامج المحاكاه كي ان اكس فيرتشوال سوفت وير. بعد كده هنشتغل على الجيت واي بتاعتنا، ومن خلالها ناخد جزء البرمجه لكل تاسك ونعملها فيجواليزيشن على سمارت فون بحيث نقدر نتحكم من خلاله. نفس الكلام هنطبقه على الديمن كنترول، ونفس الكلام هنطبقه على البلايند كنترول بنفس السيستم لكل تاسك. بعد كده هندخل على جزء الاتش فاج، وده جزء مهم عندي جدا في الانرجي سيفنج، وازاي هنبرمجه ونربطه مع الار تي سي والويزر مديول بحيث نقدر نتحكم في السرعات الخاصه بالفان وكذلك المودز المختلفه الخاصه بيه. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل سيناريوهات او مودز او روتينز معينه في اوقات او ظروف معينه، سواء كانت عن طريق السينز مديول او عن طريق اللوجيك مديول او على الاجهزه نفسها او عن طريق اللوجيك كنترولر الموجود في الجيت واي نفسه. بعد كده هندخل على جزء السكيورتي، وازاي نربط الانبوتس او السنسور بتاعتي على السيستم، سواء كانت السنسور دي اوريدي كي ان اكس او كانت سنسور تقليديه، وازاي نحولها لسمارت عن طريق الجهاز المهم عندي في السيستم الباينري انبوتس، وازاي هنربط الانبوتس دي بالسكيورتي سيجنال اللي كاريتها، ونشوف شكل الخارج بتاعها على الالارم ديول او السيستم في العموم. بعد كده هنتكلم على الباور ميتر ودوره في الانرجي مانجمنت، وازاي هنقدر نربطه معانا على السيستم من خلال البروتوكول المود باس، وناخد القرايات منه ونشتغل عليها. بعد كده هنخش على الريموت اكسس، وازاي نقدر نكنترول السيستم بتاعنا ده من اي مكان في العالم. ودلوقتي جه دور الفويس كنترول. كل اللي فات كنا بنعمل كنترول سواء عن طريق الباش بوتن او عن طريق التاتش بانلز مختلفه او عن طريق السمارت فون، دلوقتي جه دور ان احنا نتحكم عن طريق الصوت، سواء التحكم ده كان عن طريق جوجل هوم او عن طريق امازون اليكس. واخيرا وليس اخيرا ممكن نتكلم شويه عن الديزاين اوتوميشن، وازاي نعمل انتجريشن مع سيستم غير كي ان اكس، لو عندنا سيستم كي ان اكس ازاي نربطه مع سيستم غير كي ان اكس. وعلى حسب مشاركتكم وتعليقاتكم معانا في الكورس هنشوف ممكن نعمل فيديوهات تانية ونرد بيها على أسئلتكم إن شاء الله. أحب أشكركم على وقتكم، والفيديوهات هتنزل اتباعا على بلاي اس دي، وأشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.